أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقة جديدة من ولا أطيب. ضيفتنا اليوم تعودتوا دايما تشوفوها معنا مدام ماجي ماروتيا. أهلا وسهلا فيك مدام ماجي. أهلا اليوم حضرتينا ثلاث أطباق. أكيد صيام لأني طويل وبدنا عطول أنه نعمل لهم أشياء جديدة وإن شاء الله بيجربوها وبيشوفوا أنه طيبين Very good. لكن خلينا نشوف المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات: شوربة العدس بحامض، 300 جرام بصل، 30 جرام ثوم، كيلو سلق، 500 جرام عدس مجروش، 500 جرام جزر، 30 جرام زيت زيتون، 30 جرام زيت نباتي، ماء حسب الحاجة، وملح حسب الرغبة. لكن مدام ماجي أكيد رح نبلش بالبصل، نفرم بس البصل. بس قبل الكل أنا ححط العدس حتى نلحق نعمل الشاي. أوكي. بدي حط العدس إذا بسمح أمرك مع المي والملح. هلأ هن عادة هون بيعملوا العدس بحامض. نحن اليوم استعملنا العدس المجروش. المجروش عادة اليوم هي طريقتك إنه حطيت نعم. سلق وجزر. نعم. وخاصة هيدا بشهر الصيام اليوم أكلات خاصة بالصيامية، فبدنا نعطي أشياء يستفيدوا منها المشاهدين ويجربوها بالبيت ويتلززوا بطعمها. طريقة جديدة هيدي هيني من دون بطاطا. في ناس يمكن معهم ما فيهم ياكلوا بطاطا، عم بيعملوا دايت. أوكي. أو هيدا كتير مفيدة وكتير طيبة إذا بيسمح أمرك. بس تحط لنا هون شوية ماي حسب بليز الحاجة، يعني أكيد بيكون مغموم تقريبا. نحن هلا حنضيف بعد بصل ني ونقلل البصل كمان على الميلتين يعني. نعم. لكن نحن هون حطينا العدس مشاهدينا، ضفنا المي والملح واكيد بدنا اياهم حتى نسترهم. نعم. هلا نحن بهالوقت رح بلش انا افرم لك البصل. بصل لكن مفروم ناعم. هون نحن بنفرم البصل فرما ناعما. بدنا نضيف شوي مع العدس والملح على الني، وانا رح ساعدك بفرمل السلق. السلق لكن هون نحن رح نحط شويه بصل ني مع العدس شوي صغيره، وكمان هيدا مثل ما شايفين مشاهدينا شويه بصل كمان من دون ما نقليهم، يعني عدس ملح مي وبصل فرمناه ضفناه فوق المزيج، وما تبقى من بصل رح نقليه بالزيت النباتي. اما زيت الزيتون اللي ذكرناه بالمكونات رح نضيفه بعدين على الباري. على الباري هون. لكن نحن مدام ماجي السلقات اللي غسلناهم كثير منيح وعم نقطعهم بهالطريقه، يعني طبق كثير مهم من السلق تقريبا كله خضره، والعدس بيستوي على السريع. اوكي، يعني خاصة إذا غطيناه بطنجرة بالغطا ممكن أقل من ربع ساعة يكونوا العدسات مسلوقين وجاهزين، ولا العدس مجهود ما بياخذ وقت كثير مثل العدس العادي. هون كمان حنبلش نجهز المقلاة، وحنضيف كمان قليل من الزيت النباتي. هون كمان رح نضيف البصل والسلق للي كمان. وانا هعمل الجزرات قد ما فيهم يرفعوا الجزر دغري بيستوي الى حلقات مستديرة. إيه؟ يعني اليوم ارفع تيستوى على السريع، ما بتاخد وقت. هيك اطباق سهلة وسريعة ممكن حضر اليوم نحن ثلاث اطباق باقل من 25 دقيقة مثل تشوفوا مشاهدينا. هيك تستفيدوا من اكلات الصيام. والصايم بده شيء انه على السريع يحضر معه، بتعرف ما قالوا جلادي بيكون صايم وتعبان بالضبط. هون لكن نحن رح نضيف البصل. هون نحن البصل مفروم عم نقليه بشوية زيت نباتي. هون نخفف النار شوي بلش تغلي المي. هون لكن المي والعدس وبصل ني وشوية ملح وشوية بصل نحن عم نقليهم على جنب، من بعد مندبلهم. كمان رح نضيفهم مع العدس. هون لكن احنا
البصل يدبل. هون لكن احنا الجزر الى قطع رفيعه، واكيد قد ما فينا من رفع القطعه احسن. كمان انت بهالوقت عم تقطعي الجزر مدام ماجي، خلينا نشوف مكونات طبق تاني ونرجع نحن وياكم. مكونات: بطاطا بالزيت، 500 جرام بطاطا، 200 جرام بصل، 30 جرام بقدونس، 30 جرام زيت نباتي، 30 جرام رب البندورة، 20 جرام رب الحار، وملح حسب الرغبة. لكن بطاطا بالزيت كمان على طريقتك مدام ماجي رح نضيف لها نوع رب الحار وبندورة، رب البندورة مطحونة وبصل، وهيني كتير. وإذا بحبوا أكيد البطاطا كمان يعني. نحن ما رح نقلل البطاطا بالزيت، لا رح تدبليها تدبير تستوي بالطنجة أكيد. لكن هون نحن الجزر، هون الجزر تقريبا خلص، بدنا نحطهم بالطنجرة لأن الجزر كمان بياخد وقت أوكي حتى نلحق الاستواء مع بعض. استوى هون. لكن نحن الجزر المقطع إلى حلقات مستديرة ضفنيهم مع العدس والملح والبصل للي نحن حطيناه ني، وشوية ملح طبعا. هلا نضيف شوي حامض. حامض بالآخر أو لا هلا بدنا نضيف؟ لأنه اليوم أنت الأطباق من اختصاصك مدام ماجي، فنحن بنسمع الكلمة مزبوط. قد ما يكون شيف بتضل أنت شيفنا. هاي المصلحة مدام ماجي ما بتخلص، مثل ما مش البحر، قد ما واحد يتعلم بضل لازم يتعلم. هون بخصوص السلق بعد بده وقت، هلا بدنا نحرك هون. أوكي. تفضلي هون. معلش بدنا نضيفهم كمان مع المزيج. بهالوقت مشاهدينا اكيد الجزر ضفناه فوق العدس، واكيد البصل رح نرجع نضيفه مع المزيج. وخلينا نروح لفاصل علينا صغير ونرجع معكم. انتظرونا. ولا أطيب من بعد الفاصل، مستمرون معكم مشاهدينا وكمان ضيفتنا اليوم مدام ماجي مارتيان. أهلا وسهلا فيك مدام ماجي. يعني فعلا مدام ماجي كتير دقيقة بشغلة، بتحب تعمل الشغلة المضبوطة على الأصول. مدام ماجي نحن عم نغلي هلا المزيج العدس والجزر، وأكيد حطينا نحن البصل الناي، حطينا الحامود وبصل الناي. هلا بدي عزبك شيف تحط لنا شوية ثوم كمان إذا بيسمح أمرك أنت. أوكي. وعم تكبس الثوم أنا رح سقط السلق. سلق يلا هول السلق اطلع اعطيك اياه هون. السلق الاخضر تفضل هذا ما بي هون. ميرسي. تفضل يلا هون نحن نفرم لك الثوم فرما ناعما هون. لكن نحن عم نضيف السلق وهون الثوم نحن كمان عم نعمه ناعما. بحطوا حسب الرغبة مثل ما انت بتقول شيف، دايماً يمكن يحبوا السلق أكثر، يمكن يحبوا أقل، هي بيرجع لقلون ونزاؤن حسب ما بيحبوا، قد ايه بيحبوا إنه يكون فيها خضرة. واللي هي الكمية قد ما نحط بتخف يعني أكيد. بتم أكيد. هون. بس الكمية هون نحن بتكفي هالآن. وهون الثوم كمان عنا هي نحن رح نضيف فوق المزيج. ونحن كمان أكيد ذكرنا بالمكونات الطبق الأول. البطاطا بالزيت. هون لكن صار عندنا المزيج جاهز كله سوا، اكيد بدنا نضيف البصل المدبل. نعم. خليها تغلي شوي دقيقتين وبتكون حاضره، وبنحط لها اخر شيء تقليه البصل. وبهالوقت مدام ماجي خلينا نشوف فقره هيك احلى مع اماني دمرجي. بفقرة اليوم هيك أحلى ضيفتنا أماني دامرجي. أهلا وسهلا فيكي فلورال ديزاينر. أهلا فيك. دايما أفكار عديدة وعديدة، واليوم كمان عندي فكرة كتير حلوة لستة البيوت حتى نزين بطريقة سهلة وسريعة.
يعني اليوم عندنا نحن الورد، شايفين الورد هون عندنا؟ اليوم عندنا ورد الجوري. ورد الجوري. وإذا ملاحظين شايف ما أحلى ريحتهم. كثير حلو. وألوانه غريبة كمان. وبعدين هذه هي السر إنه نعمل كومبينيشن من ألوان تكون شوي غريبة ما منشافة من قبل، مثل هيدي بين اللون الأخضر الأبيض والأخضر معمولة مدخول عليها لون الموف، وحتى هيدي مزيج بين الأصفر والأورانج، ومعنا هيدا بين الأبيض والبيستاش كمان شوي قريب للبيستاش. مزبوط. وبين حلو. الأبيض والأخضر. هلا الشغلة اللي عنا إياها اليوم حتكون شغلة كتير بسيطة غير هذيك المرة. ما بدها كتير قصص، بدها بس فيز يكون شكله مهضوم. الفازات انا كنت بالماركت من يومين شفت كثير فازات انواع عديده، في حتى باسعار مش كثير غاليه، يعني حلو حتضلوا عنده ثلاث اربع فازات بالبيت يوزع، بصير عنده حياه. يعني اذا بنزين بالصالون بنقطه صفرة على المدخل شويه زهور البيت كله بيضحك. اساسا البيت بلا ورد وبلا بلا بلانت بتحس بلا ماشي. حياه دائما الورده والبلانت تعطي انرجي ايجابيه للبيت. مزبوط. انا عندي 23 شكل بالبيت. حلو كثير. يعني بتفوت هيك تحس حالك كانه بالغابه. حلو. انا تقريبا هيك عنا بقلب البيت. هلا الفكره اللي اهم شيء يكون عنا بحص. هذه شغله كثير بسيطه. نحاول نحطهم على مالنا. حيلا نوع بحص مثل حتى حلوين هدول البحصات. ايه كثير حلوين. فينا نستعملهم، فينا ننقيهم عن البحر مثلا اذا كنا بالصيف ونشغل الاولاد فيهم. بتسلوا بيجيبوا البحص. انا امرار بنقي اذا انواع نوع شكله غريب او لونه خاصه هيك اللون الاسود حلو كمان. اللون الاسود رائع. ايه ف بنحاول نحط شوي طبقه عاليه من البحص لانه بدنا نشك الورده بقلب البحص. نحاول نحطهم قد ما في على مهله فما يعطوا صوت. وحتى صار اليوم كانوا عم يبيعوا كمان كيس خالصه. ايه فيهم منهم نشوفهم في كيس بالسوق خالصه. نحن عاده بنجيب منهم بالشغل في كميات فيها تروح عند حيلا محل ورد تقول له اعطيني كيس بحث صغير وبتلاقيه عنده سعره كثير مقبول. بس يلي ما بعرف دائما بتلاقي يلي ممكن نحن ننقيهم بايدنا او نحن نجيبهم يكونوا احلى لهم رهجه اكثر. صح. دائما بيرمزوا لذكرى او شيء او هيك بتتذكري انه ايه انه بهذا النهار اللي كنا فيه او شيء هيك. الشغله الثانيه هلا في ضروري اذا بدكم فيكم تستعملوها، اذا بدكم لا. هول شو في معنا نوع من هذا الروت خشب كمان ممكن تلاقيه عند محل الورد تقدر تاخذ منه انه قد ما بدك كمان انه ما بكلفه شيء. حتى بالطبيعه ممكن ليه منه كمان ممكن بقى بالطبيعه هيك بيكونوا شيء ناشف يابس او شيء. مزبوط. وانا من فتره اخذت هيك غصن من شجره بطريقه كان كثير حلو وزينت فيه عملت سانتر دو تابل كانت طلعت كثير حلوه وهلا حنشتغل عليها ان شاء الله بالحلقات المقبله. فينا نحط بهيدي فيها مثل ما قلنا من قبل تحطها مع او بلاها ما انا كثير ضروري بس حتى بتعطي افي مهضوم. هلا الفيز اللي حيكون اللي حينشغل عليه حنشتغل شيء ستيل بسموه شوي قريب شوي للاكيبانا ستايل ستيل الياباني السامبل اللي بيجي ثلاث ابعاد ثلاث وردات. هذا الستيل كثير حلو صوفت ناعم يعني ما بده شيء كمان انت فيك في مين ما كان بيقدر يشتغله. هلا نحاول ناخذ قد ما فينا طول الوردة حنعمل نحنا وحدة أقصر أطول وفيها حلو هذا يتوزع مثلا كذا فيز. حلو وفيري سامبل وكتير سامبل. ناخذها هيدا بنقصها شوي نقص الخضار. أوكي تكون شوي أعلى. يعني فعلا فن الديكوريشن مثل فن الطبخ. ايه فينا نتفنن كل سلوك بيعمله الانسان هو بالنتيجه كثير حلو هو بالنتيجه فن. ومي اكيد رح نحط شي مي. ايه اكيد يحط شويه مي وبيمشي الحال. فينا نرجع نحط الخضار الورقه تبعيتها بطريقه هون في عنا شويه كمان ورق خضار فينا ممكن هدول لا خلص هيدي ما فينا نعملها وهيدي هي فينا. هلا الحلو انه ينعمل كذا فيز
اذا حطينا واحد بالنص او حطيناهم مثلا واحد ثلاثه ورا بعض عكس بعض بيطلع كثير حلو. شو رايك؟ كثير غريب وكثير حلو. بينحط هلا مي مي او ايه بينحط معهم شويه مي وبيمشي الحال. اوكي شكرا كثير اماني، شكرا كثير لك، على طول بتفيجينا هيك بافكار عديده. فشكرا لك، الى اللقاء. شكرا لاماني دعمرجي، دائما افكار حلوه. شو رايك بهالزهور الحلوه زينت لهم اماني ماجي؟ كثير حلوين كثير، يعني حلو واحد هيك يزين سطر طابل وهيك شوي ببيض الوجه، يعني اذا عنده عزيمه او عنده في احلى من الزهور والطبيعه، خاصه هلا الربيع. الربيع اللي هو دائما مضيء بالازهار، احلى احلى سيزون هيدا الربيع. حلو مدام ماجي، لكن نحن حطينا عدس وهون وسلق والجزر والبصل الني والثوم الني، ونحن دبلنا البصلات صح، وفينا ندبه هلا ندبه يلا وخلص. هون كده حنفضي نحن البصل المدبل، بس بدي اعزب الملعقة. اوكي هون كده نحن البصل المدبل بالزيت النباتي. نعم، وبس نطفي بنحط لها زيت الزيت زيتون. لكن بس نطفي عليها زيت زيتون على البارد بالاخير، ونحن اكيد حطينا ملح وحطينا حامض. هي الطبخة ما فيها بهارات، ومثل ما شفتوا طبخة خاصة وحامض بهارات نو، بس ملح. بس ملح انت كثير بتحب، لاني ما بعرف يمكن عم بتحب هالآلة كثير، فعلى طول حسب الرغبة، بس هيدي ما بدها حسب الرغبة الا ملح. في أطعمة واحدة فلفل البحر مدام ماجي. لكن بهالوقت مشاهدينا كمان رح نبلش نحن بالطبق الثاني، البطاطا كمان بالزيت. رح نبلش نقطع البطاطا الى مربعات نحن. اوكي هون لكين نحن البطاطا، رح خليني اقطع لك هون انا اذا بدي ساعدك اذا بتحبك. بحب انا اقصص البطاطا، شوف كيف هيك بها بهالطريقة نحن عم نقطع بطاطا مشاهدينا. رح نروح لفاصل اعلاني صغير ونرجع معكم، انطرونا. ولا اطيب من بعد الفاصل، مستمرون معكم مشاهدينا. مثل ما شفتوا طبق العدس بسلق كمان رح يصير جاهز، ونحن كمان عندنا البطاطا. اكيد بدنا نضيف زيت نباتي النباتي. هون نحن قطعنا البطاطا الى مربعات، البصل لجويني، وطبعا البزنجون بقدونس فرمناه فرما ناعما. هون اكيد نحن عندنا رب الحر، واكيد رب البندوره ذوبناه بشويه مي. بهالوقت نحن حنبلش نقلي البصل. البصل نعم، هيدي ما بدها توم بس بصل، لكن كمان اكل نذكر المشاهدين اكل خاص بالصيام او بالصايمين. هون كان نحن عندنا البصل هينة وعلى السريع بتصير، لاني بتعرف هلا كل الناس بيبقوا تعبانين و مزبوط ما بدي حضر شيء هيك سريع، وكمان نفس الوقت من دون زفره. نحن هون تفضلي مدام كله زيت، بس الافضل انه ينحط زيت نباتي للقلي. اوكي وبعدين على البارد بحطوا قد ما بدهم هن حسب الرغبه، حسب ما الشيف بيقول. الزيت زيت الزيتون ماشي، لكن هون نحن لكن البصل ما ندبله على النار، واكيد نحن بهالوقت بنرجع نضيف البطاطا والبقدونس، ونضيف لها الرب الحر مع لب البندوره ذوبناه بالماء، واكيد رشه ملح مشاهدينا. كمان بهالوقت رح نشوف مكونات الطبق الثالث من شو مؤلف، ونرجع نحن ناكل. مكونات: فول بالزيت، كيلو فول اخضر، 500 جرام سلق، 20 جرام ثوم، 30 جرام كزبرة يابسة، 30 جرام زيت زيتون، حامض للزينة، وملح حسب الرغبة. لكن الفول الأخضر مثل ما شايفين مشاهدينا موجود بالماركت، وبعده هلا الفول طري، أكيد بنغسله كثير منيح، بنقص راسه كعب وبنقطعه بهالقياس. وأكيد السلق نحن كمان اليوم غسلنا السلقات كثير منيح وفرمناهم بهالقياس تقريبا بهالمعدل، وعندنا اكيد الكزبره اليابسه والبصل والثوم. هون كمان نحن رح نساعد كمان مدام ماجي نحط لها الطنجره الثانيه اذا بدك تيسوا هيدول. فينا نبلش بالثوم والكزبره كمان ما ياخذ وقت كثير. اكيد لانه وقت بتعرفي ضيق مدام ماجي،
وبدنا نفرجي المشاهدين اليوم اطباقك الطيبه الشهيه لحتى يعملوها ويتلذذوا بطعمها. وصحتين سلف شيخ. اكيد على طول صحتين. هون نحن لكن رح نضيف الزيت النباتي. نعم. والبصل. الزيت حل. النباتي. هون لكن بصل وثوم وكزبره بدنا نقليهم سوا. مع بعضهم. نعم. هيدا لكن البصل مفروم والثوم. الثوم يسلموا قديه شيف. اهلا اهلا مدام ماجي يا هلا. وهون الكزبره الخضراء. الكزبره اليابسه. الكزبره اليابسه معودين على الكزبره الخضراء. نعم هي اطيب بس انه هيك اطباق بيناسب ايه بيلبق انه تحط اليابسه اكثر مع انه الخضراء اطيب بكثير. فيري جود. هون كمان نحن لكن بصل بس يتبان نحن البطاطا جهزناها. هون لكن البصل عم بيدبل مع مدام ماجي. ما بياخذوا وقت كثير شيف. يعني اليوم ثلاث اطباق فعلا هيك تقريبا نص ساعه بس يكون كل شيء جاهز وعم نحضرهم بالبيت ما بياخذوا وقت كثير. طبعا البيت غير الاستوديو هون وقت اللي بيتحضر هونيك عنده مجال. بيكون بالبيت اخذ واحد راحته اكيد. اكيد. وهون وعم يطبش الطناجر مظبوط بالبيت هون بننتبه على ما فينا نطلع صوت كثير بعدين بيقولوا في ضجه. هون عم نجهز كمان الحامض للزينه لانه الاكل الصيامي مشاهدينا بروح معه كثير حامض فبنجهز دائما حامض. انا رح احط البطاطا شيف. اوكي بطاطا مع البصل. نعم. وهون كمان قطعنا الحامض الى ويدجز او الى قطع لحتى نعصرها. هون نشيل البزر لحتى نزين فيها بعدين اطباق. هون لكن نحن البطاطا مع البصل والبقدونس اخر شيء اخر شيء بدنا اوكي وقت اللي بيخلص الطبق هيدا فيري جود. اكيد البطاطا بتستوي من وراء التقليب بس طبعا من بعد ما تتقلب كلها مع بعضها البعض بس تتقلى شوي بدها تغلي هي بمية البندورة ومع رب الحر يعني كمان عندهم اختيار انه اذا ما بيحبوا يحطوا رب الحر يقدروا ما يحطوا بس رب بندورة بس عم بقرا اخر شيء انه الحر كثير مفيد بقى بيرجع لقلهم صح بيقدروا بس يستعملوا رب البندورة اذا ما بدهم رب الحر حلو هلا شيف نحن يعني رح خليك انه بس هيك حسب الرغبة نتفي تبهار يا شيخ انت بتحب هالقالب يلا ها هيك شيخ هيدا حسب الرغبة هيدي كمان مدام ماجي نحن ما ذكرناها هون بدي احطه اوكي نتفي بس يدبلوا بدنا نحط الثوم نحن وقتنا شرف على انتهاء مدام ماجي بدنا نعطيهم انه هيك الطريقه السريعه للمشاهدين هون بدنا نحط رب الحر ورب البندوره ونطفي مي ونسكر هون لكن رب الحار و رب البندوره اوكي حرفك شايف كثير حر انا بحب الحار اوكي بس ما عمل شيء بعدين انت حطهم على ذوقك لاني انا كمان بدي اكل شيء ماشي هون لكن خلص هيدي بس بتحط لها نكتة مي وبتستوي لوحدها بتستوي لحالها لكن نحن هون رح نضيف لها شوية مي ولا اكيد يعني هالطبق صار جاهز نعم. حطينا نحن البصل نعم. دبلناه رجعنا ضفنا البطاطا نعم. اكيد الملح طبعا نعم. ورب الحار ورب وبقى رشه بهار هذه على ذوقك لانه احنا ما ذكرناها بمكونين يعني حسيت انه لازم تحط شوي لاني اليوم كثير ظلمتك ما خليتك تمرق المكنه خلص هيدي وهون كمان رح نغطي هلا فينا نحط الفولات هون هون نحن رح نضيف الفول نعم الفول الاخضر واكيد ما ندبلهم بدنا نتبلهم شوي انا بهالوقت رح اسكب كمان
شوربة العدس بالسلق. هون لكين نحن عم نسكب هالشوربة الطيبة اللي لازم تكون هيك دسمة طيبة بهالخضرة الشهية من دون أي إضافة من اللحم أو الدجاج أو أي نوع من الزفرة وأطباق خاصة بالصيام. هون لكين نحن الطبق الأول صار جاهز، وهون كمان طبق تاني رح نضيف. أكيد المشاهدين بياخذوا وقتهم أكثر بالبيت مدام ماجي طبعا، هون نحن رح نشيل له كمان حشيل ال رشة بقدوني. هون طبق جاهز، وهون حضيف السلق. أكيد بالبيت مشاهدينا البطاطا بدها شوي حتى تسوي معكم أكثر بالبيت، بس أنتم أخذتوا اليوم الطريقة كيف. هون أنا كمان حسكب هالطبق البطاطا. هاي الطريقة اللي كان أخذتوها اليوم جربوها كثير طيبة، بطاطا بالزيت مع رب الحار ورب البندورة والبصل وقليل من البقدونس، كمان أطباق صيامية خاصة. هون كمان الطبق الثاني، وهون اكيد لكن نحن حطينا البصل والثوم والكزبره كزبره ناشفه، وفينا نحط كزبره الخضراء اذا بدكم، وضفنا الفول والسلق، واكيد بدنا نرجع نضيف ملح بالاخر. واذا بحب حالي انا حطيت ملح مع التقلايه. نعم، واللي بحب يزيد حط سكر لكن بس نحن يتبلوا بهالطريقة بس يتبلوا. نعم، بصير عنا أطباق جاهزة هيك. لكن مشاهدينا أخذتوا فكرة كمان عن الفول بالزيت كيف تطبخوه بالبيت، وأكيد الأطباق الأولى كمان كثير طيبة جربوها. موعدنا كمان بكرة بحلقة جديدة. نحن بنشكرك مدام ماجي، فعلا أطباق شهية جدا وخاص بشهر الصيام. إلى اللقاء.